ويسر لنا ولكم هذه المهمة لما فيه الخير. شكراً للقطاع الطبي العربي والدولي في غزة على تسهيل المهمات ووضعنا في صورة ما يحتاجون منها. المشهد الذي بدأنا فيه من الصحة النفسية بالحيص مثلاً جبنا طويل ضحيات، لكن سببه إحساسنا بالضبط. كان لي الشرف مع منظمة الصحة العالمية والقطاعات البرلمانية المعنية. احتفلت كنائس المملكة يوم الأحد الماضي بعيد الشعانين بحضور جموع المؤمنين من أبناء مختلف الرعايا. ففي كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي بمناسبة أحد الشعانين بحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين. وفي عظة القداس خاطب سيادته المؤمنين بأننا اليوم مدعوون للصعود مع السيد المسيح إلى أورشليم، وهو ماض نحو الجرجلة ليعلق على خشبة من أجل خلاصنا. والكنيسة اليوم تدعونا لنحيا مع المسيح أبديا. ثم تضرع ليرفع الله عن أشقائنا في الأرض المقدسة وغزة والعالم أجمع كل اضطهاد وضيق وشدة، وأن يحفظ الله أردننا الغالي وجلالة ملكنا المفدى. التلاميذ كانوا يحكوا له: ليش يا رب انت رايح للقدس وانت عارف انك هناك راح تموت؟ خلينا ما نروح للقدس، خليك ابقى هون في عبر الأردن، لأن المسيح هون كان لما تخبر بأنه أليعازر مريض. شوفوا بلادنا يا أبنائي، بلادنا بلاد مقدسة، ما تستهينوا بهذا الشيء. انتوا بنات واولاد هاي البلاد المقدسه، المسيح هون كان عندنا في الاردن، كان في المدن والقرى اللي كانت عندنا هون كان موجود، لانه من كل قرى والمدن هناك اضطهد منها، وعشان هيك كان يجي لعبر الاردن. هون كان يستريح، هون كان يوعظ، هون عمل كثير وعديد من العجائب.
انتوا أبناء بلاد مقدسة، والعناية الإلهية شاءت إنكم تكونوا في هاي البلاد، ما تستهينوا بهذا الشيء. كما احتفلت كنيسة العذراء الناصرية الصيفية بعيد الشعانين، وهو اليوم الذي نتذكر فيه دخول السيد المسيح إلى القدس كملك واستقباله من الجموع بسعف النخيل وأغصان الزيتون صارخين هوشعنا مبارك للآتي باسم الرب، حيث بدأ الاحتفال بالدورة التقليدية في ساحة الكنيسة بمشاركة أبناء الرعية، ثم توجه الجميع إلى الكنيسة لحضور القداس الاحتفالي الذي ترأسه قدس الأب حنا كلداني راعي الكنيسة. وفي عظة القداس الذي حضره عدد من الآباء الكهنة وحشد كبير من المؤمنين، دعا راعي الكنيسة المصلين إلى عيش هذا الأسبوع المقدس بمغفرة وتواضع وصلاة، وأن نبقى دائما حول المسيح ومع أمنا العذراء وبقية الرسل، سائلا الرب أن يقبل صلواتنا وأن يحفظ أردننا الغالي من كل سوء. إن المسيح مع أنه في صورة الله، أي مساوي للآب في الجوهر، الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، لم يعد مساواة لله غنيمة، مساواة لله الآب والروح القدس، لأن الثلاثة واحد، ولكن هذا المساوي لله في الجوهر الذي هو كلمة الله صار بشرا متخذا صورة العبد. صورة العبد وين واردة؟ أيضا في أشعيا، شوف الرطب عن النبوآت، وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه، هو وضع نفسه حتى يكفر عنا خطايانا، وأطاع حتى الموت، الموت على الصليب، لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، لكي ما يسجد لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ونحن في الأرض نجلس اليوم أمام يسوع، كلمة الله الذي صار بشرا، الذي تنبأ به أشعيا وغيره من الأنبياء وتألم من أجل خلاصنا. وبمناسبة أحد الشعانين، ترأس المطران الياس الدبعي المدبر البطريركي للروم الكاثوليك في الأردن قداسا إلهيا بمعاونة الأرشمندريت بسام شحاتيت والأب عماد الطوال والشماس مهند سهاونة وبصحبة جوقة المطرانية. وفي عظة القداس الذي حضره عدد كبير من المؤمنين، تحدث المطران الدبعي عن المعنى الروحي للشعانين وضرورة تطبيقه في حياة المؤمن. وبعد القداس خرج الجميع إلى باحة الكنيسة في موكب بهيج على وقع معزوفات فرقة الكشافة وبرفقة الأطفال الذين كانوا يحملون أغصان الزيتون وسعف النخيل، وقاموا في دورة بالشوارع المحيطة بدار المطرانية في أم السماق وهم يرنمون بفرح وسرور هوشعنا في العالي. كما احتفلت رعية كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الأردن بأحد الشعانين، وذلك خلال القداس الذي أقيم في الكاتدرائية، وقد ترأس القداس الأب بنيامين شمعون كاهن الرعية، وعاونه الأب فادي الشماني مدبر دير القديس مار يوحنا، وحضور حشد كبير من أبناء الرعية السريانية الذين حملوا داخل الكنيسة أغصان الزيتون وسعف النخيل، فرحين ومسرورين بهذه المناسبة الإيمانية. وفي عجلون احتفلت رعية القديس بولس الرسول بعيد أحد الشعانين، حيث ترأس القداس الأب جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن. مندوبتنا في الشمال نيفين حداد حضرت الاحتفال وأعدت التقرير التالي. هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. أغصان الزيتون وسعف النخيل زينت كنيسة القديس بولس الرسول في عجلون لنستقبل فيها دخول سيد المجد لأورشليم. وكباقي الكنائس بوطننا الحبيب، احتفلت كنيسة القديس بولس الرسول بعجلون بالقداس الاحتفالي لأحد الشعانين. ترأس الخدمة الأب جهاد شويحات النائب البطريركي في الأردن جزيل الاحترام، وساعدوا بالخدمة الأبونا صقر حجازين كاهن الرعية إضافة لخدام الهيكل.
أحد الشعنين هو دخول الرب لأورشليم لكي يصلب ويدوس الموت وينتصر عليه، وليعلن لكل البشرية إنه سيد الحياة والموت. وبقيامته المجيدة نعلن قيامة أجسادنا وأرواحنا من الموت والخطيئة بيسوع المسيح، وهذا هو الإيمان المطلق. بدأت الخدمة الاحتفالية بقراءة لأناجيل الآلام، ومن بعدها تم القداس الإلهي. وبعثت الأبونا شويحات اللي ركزت على عدة جوانب، منها إنه الأعياد هي تجديد تاريخ وحياة بقلوبنا وعواطفنا وذاكرتنا وإرادتنا. فأحد الشعنين هو من أهم الأعياد والصلوات، وإنه السيد المسيح جاء لخلاص كل نفس. فكل شخص منا هو من أتباع وأشباه السيد المسيح، لازم نكون على صورته ومثاله بالاحتمال الصبر والهلاك. وبنهاية العظة طلب من الجميع إنه نشارك بشكل تفاعلي بأسبوع الآلام، ومش بس كمتفرجين. كنيسة القديس بولس انتهت قبل فترة من أعمال الترميم والصيانة ليكون عيد أحد الشعنين هو أول قداس داخل الكنيسة. وبعد القداس الكل توجه لساحة الكنيسة للدورة الاحتفالية. الأبونا جهاد من الكهنة اللي خدموا الكنيسة هاي تحديداً ولمدة 10 سنوات، ليرجع اليوم بين أهله وناسه وترجع معه ذكريات الزمن الجميل. وكمية السعادة بشوفت الأبونا شويحات كانت الدليل الواضح على وجه كل شخص سلم عليه. هذا الأسبوع المقدس، الأسبوع اللي نحتفي فيه بآلام المسيح ونتحد مع المسيح بآلامه حتى نصل معه إلى مجد القيامة ونكون أبناء للقيامة. في هذا الأسبوع أيضا منصلي ونتحد في الصلاة لأجل نية السلام، لأجل السلام في العالم ولأجل السلام أيضا في أرض السلام اللي يعني لم ترى السلام في يوم من الأيام. ومنصلي بالأخص من أجل منطقة غزة اللي فيها الحروب والإبادة والقتلى والجرحى والشهداء. منصلي لأجل العائلات، لأجل المشردين، لأجل الجميع. وصلاتنا في هذا الأسبوع بحسب التقويم الشرقي في جميع أماكن ومحافظات الأردن الصلاة معا في هذا الأسبوع المقدس اللي نتمنى أن يكون أيام مباركة وأيام سلام وأيام خير ونعمة على الأردن وعلى الجميع وعلى العائلة الهاشمية. هوشعنا معناها خلص أو خلصنا، فهالكلمة دعوة من الشعب بطلب فيها من الملك والإله بأنه يخلصه. فيا رب خلصنا من كل ضيق وشدة. فالأسبوع المقدس هو آخر أيام الزمن الأربعيني، وهو زمن التهيئ للفصح بكل أعمال وطرق التوبة. من عجلون لقناة نورسات، نيفين حداد.
مشواري كان لشطنة بدعوة من الأبونا بسام الدير جزيل الاحترام لأغطي صلاة درب الصليب، هاي الرياضة الروحية المبكية واللي بتجسد آلام الرب يسوع بطريق الآلام، لكن بنهاية المطاف في فرح عظيم هو فرح القيام المجيدة. الأب بسام الدير كاهن رعية البشارة للاتين بشطنة، قام بدعوة مختلف الرعاية للمشاركة بتمثيلية درب الصليب واللي نفذتها شبيبة الرسل الزرقاء الشمالي. تمثيلية درب صليب الرب يسوع كانت بين ربوع وشوارع بلدة شطنة. اترأس الصلاة الأبونا هاني الجميل كاهن رعية مار يوسف بالزرقة الجديدة، وهو من رهبنة دون أوريونا. وأكيد ما بننسى الحضور أو المشاركين بهالصلاة اللي إجوا من إربد، الحصن وشطنة ليصلوا كلهم مع بعض بقلب وإيمان واحد. بلشت الصلاة من دوار كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه كنيسة البشارة. درب الصليب هي واحدة من الرياضات الروحية اللي بيقدر المؤمن يعيش من خلالها مع الرب يسوع بآلامه ويمشي معه على طريق الجلجلة، وحس بوجع أم العذراء كيف بتشوف ابنها بتعذب وبتألم قدامها وما في بإيدها حيلة. منصلي هاي الصلاة وإحنا منتخيل كل مرحلة مر فيها يسوع من بستان الزيتون للجلجلة، لكن ما بالكم نعيش ونشوف حجم التعذيب اللي تعذبه يسوع قدام عيوننا. صدقوني القلب ما بتحمل. شبيبة الرسل بصراحة أبدعوا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أبدعوا جدا في التمثيل وكانوا عايشين الأجواء والأدوار وأعطوا كل دور حقه. وبعد صلاة درب الصليب توجه الكل لساحة الكنيسة ليصلوا القداس الإلهي اللي كمان يترأسه الأبونا هاني الجميل بمساعدة الشماس لسان خليفات، واللي يركز بعدته على إنه ما نكون مثل يهوذا وبيلاطس والجلادين والجنود وما نشارك بموت وقتل يسوع بخطايانا، وإنه كل واحد فينا بيقدر يكون مثل اللص اليمين اللي كان بيبحث عن المغفرة والندامة والرجوع للرب. ودعا كمان الكل لنتأمل بالأسبوع المقدس بموت وقيامة يسوع المجد، ونترك الكراهية والحقد ونتحد بالمحبة الإلهية والبشرية. درب الصليب هو من الصلوات التقوية الشعبية وليس من الصلوات الليتورجية الرسمية الكنسية، أي لا يمس الأسرار السبعة وصلاة الفرض الإلهي المزامير صلاة الساعات. شأن هذه الصلاة التقوية، شأن أيضا المسبحة الوردية والسجود للقربان المقدس، وأكيد في هناك صلوات أخرى تقوية كثيرة. أن أتينا لكي نتعمق في الأحداث الكتابية الخاصة بألام سيدنا يسوع المسيح. 14 مرحلة كانت في الطبيعة، ابتدأنا من منتصف القرية، قرية شطنة الجميلة وبيئتها والطبيعة الحلوة اللي بتخلينا نمجد ربنا ونسبحه، كانت ممثلة، وحاولنا أن نتخيل هاي الأحداث المؤلمة، محبة الله لا متناهية وكره الإنسان لأخيه الإنسان ونقص العدالة. ورسالة الأبونا المهمة للأسبوع المقدس: نستقبل سيد المسيح في بيوتنا، في أفكارنا، في عالمنا المتعطش لحضور الرب في وسطنا، نستقبله بفرح وعارفين أنه هو المحبة الحقيقية. ليس هنالك حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. المسيح بيقدم نفسه من أجلنا، بالأخص في خميس الأسرار بنشئ سر الكهنوت وأيضا ينشئ سر القربان المقدس، يعطينا ذاته وأيضا يعطينا ذاته بشكل جسدي على خشبة الصليب، وبيحكي لنا كم هو بحبنا محبة هائلة على خشبة الصليب.
وبنهاية هاليوم ضويت شمعة على نية السلام والمحبة بالعالم. فيا رب اقبل صلواتنا وتضرعاتنا بهاي الأيام المجيدة والمباركة، لنقوم ونفرح معك بقيامتك المجيدة. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد. الله يمسيك بالخير وتسبونا. ويعني في البداية أنا بشكر ربنا أنه أعطاني هالفرصة بناء على دعوة قدسك إلي، وبشكر قدسك. شو الدعوة اللي قلنا هون إحنا وها نحن صاعدون إلى أورشليم ونحن نستعد للدخول إلى موسم الفصحي؟ قدسك أورشليم لها معاني كثيرة. نعم. طبعا المعنى الحرفي مدينة أورشليم اللي في القدس. نعم. هي أورشليم السمائية. نعم. ملكوت السماوات. أورشليم النفس البشرية. وآيات عديدة زي ما في الكتاب المقدس البسي ثياب جمالك يا أورشليم. نعم. بكلم النفس البشرية تلبس ثياب جمال القلب. نعم. فقلب الإنسان أيضا أورشليم. أورشليم فالصعود إلى أورشليم، طبعا الكل بيعرف إيش اللي صار للصعود من أجل ترتيب الصعود. قال الاثنين من تلاميذه اذهب إلى القرية هتلاقوا أتان وجحش ابن أتان. نعم. حلاهما وأتيان بهما. حلوهم لأنه مربوطين وهتوهم. وإن قال لكم أحد لماذا قول له الرب محتاج إليه. في إنجيل متى الرب محتاج إليه. عملوا فعل الراح ولو أتان وجحش ابن أتان. ركب على واحد منهم والمدينة كلها طلعت لما عرفوا انه جاي اورشليم. المدينة كلها طلعت عشان تستقبله. وهذا دخول، هذا يسمى في الحياة الروحية الدخول الانتصاري. فبدأنا حديثنا انه لازم اكون في الكنيسة في جميع صلوات اسبوع الالام ضمن الحشد.
تعالوا نذهب معهم. نعم. عشان الدخول، المسيح طالب يدخل أورشليم النفس البشرية. نعم. بده يدخل القلب. طب ليش بنقول لازم نكون متواجدين في الكنيسة؟ ليش خد أتان وجحش ابن أتان؟ يعني ما كفاية واحد. يقال في العهد القديم أن العريس وهو ذاهب لكي يحضر عروسه يأخذ معه أتان وجحش ابن أتان. ليش؟ عشان لما يروح يأخذ العروسة من بيت أهلها تركب هي على الجحش ابن أتان. طب إيش معناتها هذه؟ معناتها المسيح رايح أورشليم. أورشليم بقى بالمعاني كلها. نعم. رايح أورشليم الكنيسة يأخذ عروسه. نعم. عروس المسيح هي الكنيسة. نعم. زي ما قدسك تفضلت. نعم. فهذا الدخول الانتصاري. برضو أورشليم هي الكنيسة الأرضية. نعم. وين رايح؟ رايح أحضر قداس، بدي أتناول أورشليم. وانت في البيت واقف تصلي تقرأ الكتاب المقدس، ايش بتعمل؟ انا في اورشليم. نعم. مع في تواصل بيني وبين اورشليم السمائية. الدخول الانتصاري يوم احد الشعانين. الشعانين هذا الناس المدينة كلها طلعت، لدرجة يقول في متى 21 ولما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها. نعم. كلها صغار وكبار وكل واحد ابتدى يتصرف بعفوية، لدرجة اللي ما لحقش يجيب الشعانين يطلع فوق النخل ويجيب قلب النخل من فوق. نعم. راح شلحين القمصان وفرشوها على الأرض. الكتاب المقدس بيوصف وصف تفصيلي عن كيف نسمح للسيد المسيح له المجد أن يدخل أورشليم الداخلية، أورشليم القلب. كل هالاحتفالات اللي بنمر فيها بالاسبوع المقدس، ان كان الاثنين والثلاثه والاربعه ومن ثم الخميس العظيم والجمعه والسبت والاحد، في مقوله حكى ابونا جوزيف سويد هذيك اليوم بامسيه روز الورد. ابونا، يعني انا بحثت في الكتب وبهال طبعا الشروحات والتفاسير في الكتب المقدسه لشرح الانجيل، انه لماذا وضع إنجيل سبت لعازر قبل 6 أيام من الأسبوع المقدس. آه جميل هذا الموضوع. ولما قرأت النص يوحنا 11 اللي بيحكي عن حادثة سبت لعازر وإقامة لعازر من بين الأموات، حسيت كأنه ربنا قدم لنا مثل ما تقول مثال على قيامته. عشان انت بهذا الاسبوع المقدس ابونا مشاعرك مختلطة ما بين الفرح، فرح شعنين، وبين الدخول في جو الحزن، واعظم يعني ومشاعر الحزن بيوم الجمعة العظيمة. يوم الجمعة العظيمة بتحس انه عن جد نفسك حزينة جدا. صحيح. انه ماذا فعلنا بيسوع المسيح اللي جاء. نعم. من اجل حبه لإلنا انه تألم هذا الألم. ومنستعرض طبعا خلال الفترة بهذا الأسبوع المقدس، نستعرض الألم الكبير اللي واجهه من إهانة، من استهزاء، من
من من من ضرب وجلد وبالنهاية قتل وارتفع على الصليب المقدس. لكن كل هذا ربنا حضرنا لإله وقالنا رح تشوفوه. هاي الفكرة. نعم رح تشوفوا هذا الشيء، بس خلي عندكم رجاء القيامة كما أقام لعازر. بالضبط، هي بالضبط دكتورة، مثل ما اختصرتي حضرتك بالضبط، يعني حطيتي أصبعك على الجرح بالضبط، على الوجع، الألم، الموت، هذا الأسود المخيف، الشبح اللي أرعب الكثير من الحضارات. نعم. والثقافات، وكانت فكرة الخلود سائدة دائما عند كل الحضارات، من الفراعنة إلى الإغريق، إلى في اليونان بكذا، بإسبارطة، أثينا. هذا الفكر إجا يسوع المسيح قدام تلاميذه، قدام المريمات، قدام خوات لعازر، قدام، بقول لك كان في آلاف الناس جايين يحضروا جناز الدفن. نعم. وجايين يعزوها يعني، لأنه كان له أربعة أيام وأنتن يعني، وخلص يعني ما بدي يفتح واحدة من خواته، بتقول له استنى ما تفتح اللي فيه ريحة. نعم. راح تطلع أن أنتن يعني، فواصلي أنتن يعني، واصلي للآخر يعني، ما في أمل نهائيا. نعم. بيجي إلى الرجاء باللحظة هاي، بيحكي لتلاميذه لما تشوفوني على الصليب معلق ما تفقدوا إيمانكم، ما تنكروني، ما تفلوا عني، وطلعوا أنا عم بقوم الميت اللي أنت، مش رح أقوم حالي. نعم. هاي المقارنة، الهدف من وجود سبت لعازر هنا سلطان يسوع على الموت. نعم. عشان بتشوف اللص بقول أقام كثيرين لا يستطيع أن ينقذنا ويخلصنا من هذا ويخلص حاله. نعم. قال له يا زلمة ما أنت قاعد تدفع ثمن غلطتك، احنا غلطنا وعم ندفع ثمن غلطنا، بس هو شو الغلط اللي هذا؟ فالتفى هيك بكل الالم، بكل الوجع، بالموت اللي عم بعيشه يسوع، تحنن قلبه للص اليمين. نعم. والتفت له وقال له اليوم ستكون معي شوف الحنيه، هو فاضي هلا، هو تحت كل هالوجع هو فاضي يلتفت للص اليمين اللي اصلا ماخذ عقابه يعني. نعم. مش طالع انه يعني هو مظلوم، لا، بس هو فعلا وجود سبت لعازر تيقول لهم سلطان يسوع الموت مات، لما تشوفوني على الصليب ما تشكوا يعني، هي صدمة كانت لهم يعني. نعم. مفكرينه ملك واللي طعماهم وعطاهم وهيك، فجأة بده يموت بده يقع على الصليب. نعم. مات بالنسبة حكاية البطل يا جماعة. مات، الموت مش موت يا. نعم. جماعة هذا لعازر لك أقول، قاعد بحكي معه قال لهم هذا نايم، بدي أقومه عشان تفهموا لما تشوفوني ميت على الصليب ما تفقدوا إيمانكم. نعم. احنا بتمنى انكم انتوا تعيشوا هذا الزمن، زمن الأسبوع المقدس، تفتحوا قلوبكم، تزيلوا هاي الحجر عن قلبكم، مثل اللي عازر ما قام السيد المسيح من بين الأموات، إنه تكون مناسبة القيامة إنه تقوموا مع يسوع المسيح إلى مجد والنور الحقيقي، إلى نور السيد المسيح. تآمنوا بهذه الحياة، تآمنوا بالرسالة اللي عم بيوجهها ربنا لإلنا، إنه نحيا ونرى النور ونزيل الظلمة ونزيل هذا الغشيان والعمى عن أعيننا، ونتفتح ونفتح أعيننا وقلوبنا بالأول لمجد القيامة ولإيماننا، ونرجع لربنا بكل أحكامه وتعاليمه.